مرحبا، يعطيكم العافية. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية على قناتي. اليوم حاب أحكي لكم عن يمكن أهم جادجت شريته لحد الآن عشان أستخدمه، هو زي ما أنتم شايفين جامبل، اسمه فيمبل 2. شريته من أمازون، كلفني حوالي $100، $120 كندي. خلينا نفتحه ونشوف. طبعا اشي مهم انك لما بتعمل فيديوز انه ما يكون شيكينج، الواحد بتعلم دائما من اغلاطه سواء في الترافلينج او هذا الجامبل راح يساعدني كتير في هذا الشغلة. زي ما انتم شايفين هذا البوكس هي قدامكم، انا في حتى شغلة هون هدية اعتقد هذه لها. خلينا نشوف شو في البوكس. البوكس طبعا زي ما انتم شايفين مصنوع من البلاستيك، بس شكله قوي جدا ومهم هذه الشغلة. هذا هو الجادجت نفسه، هذا الجيمبل زي ما انتم شايفين، وهلأ عم بفتحه. طيب الجيمبل انا شريت اللون سكني مش اسود. اهم اشي في هذا الجيمبل الخاصية انه اكستندبل سيلفي، يعني تقدر تستخدمه كسيلفي ستيك كمان. هحكي لكم كتير عنه قريبا، حنعمل فيديو مخصص. خلينا نشوف شو في بالباكج. هذه طبعا الستاند عشان تحطها وتعمل ستاند زي ما شايفين. هاي هون وقف الجامبل عليها. في السلاك، هاي سلاك مهمة. هاي لا هاي عشان بس تعلقها تمسكها باليد. هدول كتالوجات. هاي السلاك، هاي السلاك المهمة، هاي عشان تشحن من الجامبل للتلفون، يعني إذا بدك تشحن التلفون هي مهمة جدا وممكن كتير تساعدك في التنقل. وهذا تشارجر عشان تشحن الجيمبل نفسه. وعشان هيك ان شاء الله تشوفوا بقنواتي فيديوهات احسن، وان شاء الله تدعموني، ضلكوا اعملوا متابعة لقنواتي، وشكرا لكم. اعجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب، لايك، كومنت وشير.